بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بالميقات وصلنا الحرم الشريف مكة المكرمة، وهي الأمر اليوم روح المرحوم محمد أحمد مسألة ابن رسمية رحمه الله آنسه الله عوضه الله جنة. بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعفو عنه يا رب العالمين، اللهم اكرم اجله، اللهم اكرم اجله، اللهم اكرم اجله يا رب العالمين، ووسع مدخله، اللهم وسع مدخله، واغسله بماء الثلج والبرد، واغسله بماء الثلج والبرد، ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. لا اله الا انت، سبحانك من الظالمين، وانت ارحم الراحمين. اللهم ابدلهم دار خير من داره، واهل خير من اهله يا رب العالمين، وزوجا من خير زوجته، وادخله الجنه، واعذه من عذاب النار ومن عذاب القبر. لا اله الا انت. اللهم اروي قبور من انقطعت حياتهم في هذه الدنيا، واجعلهم من المكرمين المنعمين يا رب العالمين. لا اله الا انت، سبحان الله يمين. اللهم اجعل قبره ورضهم يا جنة يا رب العالمين. اللهم اجعل قبره ورضهم يا جنة يا رب العالمين. اللهم تجاوز اللهم عن سيئاته، اللهم زد في حسناته يا رب العالمين. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا.